مساء الخير مشاهدينا، مجموعة من الأخبار الاقتصادية والبداية مع العناوين. في جلسته الخامسة مجلس الشعب يقر عددا من مشروعات القوانين ويحيل مشروعات للدراسة. وفي محافظة الحسكة الثروة الحيوانية مهددة بالاندثار نتيجة الجفاف وقلة الدعم الحكومي. أهلا بكم. أقر مجلس الشعب في جلسته الخامسة من الدورة العادية السابعة للدورة التشريعية الثالثة برئاسة حمودة صباغ رئيس المجلس مشروعات القوانين المتضمنة تعديل فقرة من القانون الخاص بمكاتب النسخ الإلكتروني في وزارة العدل، وتعديل مادة من قانون مهنة الترجمة المحلفة، والقانون رقم 15 لعام 2018 الخاص بتعويض المكتبة، وأصبحت قوانين. كما أحال المجلس مشروع القانون الجديد الناظم للصيد البري وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 152 لعام 1970 إلى لجنة الزراعة والموارد المائية لدراسته موضوعا وإعداد التقرير اللازم حوله. وفي سياق آخر، قدم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله عرضا حول أهم المواضيع والقرارات التي ناقشها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، مشيرا إلى أن رئاسة الوزراء طلبت تشكيل لجنة لمتابعة موضوع التفاح وتأمين مستلزمات استجراره من صناديق وغيرها. بدأ صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية في حمص بصرف التعويضات لمزارعي التفاح واللوز المتضررين خلال الموسم الماضي، وذلك حسب المهندس أمين الحموي رئيس دائرة التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية في مديرية زراعة حمص. وبين الحموي أن عدد مزارعي التفاح المتضررين بلغ 3448 مزارعا في 17 قرية على مساحة تبلغ 32 ألف دنم، بينما تجاوزت قيمة التعويضات 430 مليون ليرة، وبلغت المساحة المتضررة المزروعة باللوز 293 ألف دنم في أكثر من 100 قرية بقيمة تعويض تجاوزت 3 مليارات ليرة، مبينا أن أضرارا كبيرة لحقت بمزارعي اللوز والتفاح خلال الموسم الحالي نتيجة موجة الصقيع وتساقط البرد، وتم العمل على حصرها عبر اللجان المشكلة. في محافظة الحسكة مؤشرات تفيد بالوضع الكارثي الذي لحق بقطاع الثروة الحيوانية التي باتت تشكل عبئا على مربيها نتيجة الجفاف خلال العامين السابقين، بالإضافة إلى قلة عروض البيع ووجود معابر غير شرعية لتهريبها إلى العراق وتركيا. خسائر لا تحصى ولا تعد خلفتها سنتي الجفاف اللتين مرتا على البلاد في الثروة الحيوانية والتي باتت عبئا على مربيها، وتخلص غالبيتهم من نصف ما يملك من قطعان ليتمكن من تربية القسم الآخر. مؤشرات ارتفاع أسعار لحم الضان في أسواق الجزيرة السورية مردها هذه المرة لقلة وجود عروض للبيع بسبب ندرة القطيع، مع مخاوف من خسارة البلاد واحدة من أهم ثرواتها المرتبطة بقطاعي الزراعة والثروة الحيوانية. اليوم فراز ماخذينه بعشر ملايين، الغنم هاي لست سبع بيوت ماخذينه شركة مشان يغل علينا، ما عاد نقدر عليه نبيع من الغنم ما تنباع. العدد كان حقه مليون، اليوم نبيعه بمئة ألف، ما تجيب دونم ضمان، خسارة بخسارة بخسارة. الثروة الحيوانية كذلك يعني معدومة، اللي عنده مئة راس أو مئتين راس صفى عنده، أنا من ضمن هالناس عندي مئة راس صفى عندي خمس دول وبالأرض. والله هسه الضمان هاي كمان مشترينها شغلة شي عشر ملايين وبيها شي خمسة بيوت. أنا العام كان عندي شي 150 راس غنم، تالي هذا شي 40 راس. أنا 150 راس كان راس مالها 100 مليون، أنا حاط عليه شيء 30-40 مليون، وهلا صفت على 40-30 راس، وهلا ما أقدر يعني لحتى أعيش. قمنا نتشارك أنا
وابن عمي وجاري مثل ما قال، بس لحتى شوي يخف علينا الفراس اكثر من شيء ما عاد نقدر، حتى التبن هسه ما عاد. الله وكيلك. هو تشير المعطيات أن وجود معابر غير شرعية مع كل من العراق وتركيا سهل من عمليات التهريب ما ضاعف من المشكلة وزاد من تهديد اندثار تربية الماشية في عموم الجزيرة السورية، بالإضافة إلى غياب الدورات العلفية الحكومية نتيجة خروج غالبية هذه المنطقة عن سيطرة الحكومة. في خلال السنتين الأخيرات نتيجة الجفاف اللي مر على المحافظة وتقريبا البعل شبه كامل صفر والأراضي المروية قليلة جدا اللي تزرع، فصار هناك انخفاض كبير جدا بأسعار الأغنام، يعني كانت سعر الرأس الواحد من الأغنام يصل إلى 1,000,000 انخفض إلى ما دون 100,000. وفي هناك أيضا ذبح عشوائي خاصة للإناث في كثير من المواقع، وقد يكون هناك كون الطرق يعني مفتوحة قد يكون هناك أيضا تهريب قسم من الأغنام إلى خارج حدود المحافظة. تشكل الثروة الحيوانية في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية أكثر من نصف الثروة الحيوانية في البلاد، وأدى التهريب والجفاف وعدم توفر دورات علفية حكومية إلى تهديد حقيقي باندثار هذه الثروة وندرة توفرها. أيهم مرعي، لقناة سما، محافظة الحسكة. وفي الأخبار العربية، أعلنت شركة سوناتراك الجزائرية أنها لن تزيد كميات الغاز إلى السوق الإسبانية، مشيرة إلى أن الزيادة تتطلب استثمارات جديدة. جاء الإعلان في تصريح لمدير الشركة توفيق حكار على هامش توقيع اتفاقية بين الشركة ومجمع الطاقة الإيطالي إنيل في إطار عقود شراء وبيع الغاز الطبيعي الموجه للأسواق الإيطالية والإسبانية. كذلك أعلنت شركة سوناتراك الجزائرية للمحروقات أن إنتاجها من الغاز سيرتفع بأربعة مليارات متر مكعب في 2022 وبمقدار 10 مليارات في العام المقبل. وفي ختام الاقتصادي، انخفض الجنيه الاسترليني بأكثر من 1% مقابل الدولار بعد تدخل بنك انجلترا في أسواق السندات لتفادي كارثة مالية جديدة. هذا وتعهد البنك المركزي البريطاني بشراء أكبر عدد ممكن من السندات لتهدئة الأسواق وسط مخاوف من أن ميزانية المملكة المتحدة الأسبوع الماضي ستؤدي إلى ارتفاع الديون. وأدت التخفيضات الضريبية الكبيرة في ميزانية المملكة المتحدة وتجميد أسعار الطاقة إلى ارتفاع عائدات السندات وانهيار الجنيه إلى مستوى قياسي منخفض. أخبار الاقتصاد انتهت، شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى وفاء. شكرا، يعطيك العافية. الله يعافيك.